Welcome on Al دافيد، Jazeera مرحبا بك في الجزيرة الرياضية. What is your opinion about ما رأيك حول هذه المباراة؟ ورأيك حول أدائك؟ حول المباراة أظن أن الفريق الجزائري صعب علينا الأمور كثيرا. الطريقة التي لعب بها صدوا كل المنافذ علينا ومنعونا من الفوز، وفي النهاية حارس المرمى كان ممتاز، ولربما لو سجلنا هدف في الشوط الأول كنا مرتاحين أكثر، ولكن لا يجب أن أعترف أن الفريق الجزائري استحق هذه النتيجة. المباراة الثالثة هو عبارة على نهائي يجب أن نفوز، حتى لو فزنا اليوم. هذا صديقي، أريد أن أحيي صديقي. لقد أبليتم البلاء الحسن، لقد أبلينا البلاء الحسن. هل أنت سعيد من أجلنا؟ نعم بالطبع. هل أنت ذاهب الآن؟ سألتحق بك. آسف، وأريد منك رقم هاتفك لكي أتواصل معك. نعم، كنت تتكلم على المباراة الثالثة. يجب أن نفوز، حتى لو فزنا اليوم لا يعني هذا أننا ترشحنا مباشرة، لأن الأمور لن تكون سهلة، والكل الآن سيبذل قصارى جهده للفوز. إذن الأخضر حسن يبدأ، وديفيد جيمس تعرف بأنهم يلعبان في نفس النادي، التقيا والآن